دورك ايه كمسلم، كعربي، كمواطن عايش عادي، عندك مية ونور وكهرباء وعندك تليفون وعندك نت؟ متقوليش انا هعمل ايه، يعني انا مش بايدي حاجة، لان حاجات كتير تعملها هقولك عليها دلوقتي. وبلاش بقى اسمع الكلام الغريب اللي بسمعه دوت، اللي هو يعني هو انا هروح حارب معاهم، ولا هو نوديلهم اسلحة؟ هو انت لو بايدك تعمل كده وما عملتش فانت هتتحاسب على كده؟ بس ببساطة دوت مش دورك. اللي واجبك دلوقتي هو البوستات والحاجات اللي بتنشرها والفيديوز نصرة اهالينا في غزة. هتقولي يعني البوست اللي بشيره دوت ولا التويتة اللي بنزلها دي هتفرق جدا؟ هقولك من وجهة نظري جدا. ما كانش جاستن بيبر الغبي بصراحة يعني منزل I stand with Israel مع صورة ولا غزة، وإلا ما كانش ناس كتير جدا غيرت وقعدت وتعيد حساباتها ببوستات النني، ولا الفيديو بتاع الراجل الإسرائيلي اللي مسحه على الانستجرام. طيب انت دلوقتي مش معايا وانا معاك، وان اللي احنا بنعمله دوت والبوستات مش هتغير في حاجة، مش هتنصرهم وانا كده مش بعمل لهم حاجة. اقولك على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرزها فليفعل، فله بذلك أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، تخيل العالم بينتهي والرسول بيقول لك لو بإيدك حباية اغرزها. مش بقى في الوقت دوت هتفكر أنا هل الحباية ديت اللي أنا بغرزها دي هتفيد العالم بإيه، ولا هيكون أثرها إيه، ولا حتى هتكبر ولا هتصغر. دوت اللي بإيدك تعمله دلوقتي، بالظبط ده اللي بيحصل دلوقتي. انت مش بإيدك حاجة تعملها غير ان انت تنزل بوستات وان انت تعمل وتشير، لان التليفون اللي في إيدك دوت هو الفسيلة اللي معاك تتحاسب عليها. انت مش هتحاسب على صوتي وصل لمين ولا صوتي وصل لفين، تحاسب وقت ما شفت ابناء دينك يتبادوا واحد ورا التاني وانت لسه متحركتش ولسه بتحسبها بالورقة والقلم، وده هيأثر ولا مش هيأثر. ايا كان دورك في المجتمع، لو تقدر تعمل اي حاجة تعملها، لازم تعملها. كزوج، كأب، كأخ، كربة منزل، انت لازم تعرفي عيالك، لازم تعرفي صحابك، لازم تتكلمي، لازم توعي الناس. ممكن انت تقولي معلومة الناس تبقى ما تعرفهاش فتستفيد، فتبدأوا اكتر معلومات عن فلسطين. فما تستهنش ابدا بالحاجه البسيطه اللي انت بتعملها، لان هو دوت اللي انت تقدر عليه. شوف دورك فين وما تبصش على ادوار ناس تانية. ما تقولش اصل البلد والدوله والدول العربيه، انت هتروح تقول لهم يلا نتجمع. تعمل اللي انت تقدر عليه بس تقدر تعملها، وهي مقاطعه اي حاجه تمس صله باسرائيل، يعني زي الحاجات دي كلها. يعني ما تصدقش اي حد يقولك اصل الحاجات دي مش هتفرق، لا بص الاسهم بتاعتهم بدات تنزل ازاي. تالت حاجة تقدر تعملها تخش على الابليكيشنز اللي انا منزلها لك ديت، اي حاجة ليها علاقة بماركة، علشان دلوقتي هو بقى بيمسح اي بوستات بتنزل على فلسطين ومش بي مش بتاخد ريتش عالي والريتش بيقع. فهنخش على الابليكيشن دوت وندي ريت واحد، نجمة واحدة بس، وتكتب في التعليق فري فلسطين مثلا، او اي حاجة فلسطين حرة غزة الكلام ده كله. ولان دلوقتي مفيش اي بوستات بتنزل عن فلسطين بتاخد بتوصل لحد من بره، فالصورة اللي اسرائيل بتودي بيها للغرب حاجات مغلوطة جدا وحاجات كاذبة كعادتهم يعني. فدلوقتي حساب مصور فلسطيني من على انستجرام لسه ما بمسح له كل حاجة. فده هيودينا للنقطة الرابعة اللي هي لازم تعملها. لو انت بتعرف تتكلم اي لغة من اي اللغات التانية، انجليزي، فرنساوي، اي حاجة، فانت هتعمل فيديو وتنزله او تعمل شير لفيديو من الانجليش، حقيقة تظهر والحقيقة تبان، ودوت اللي انت تقدر تعمله دلوقتي وده دورك. سادس حاجة معانا بقى، واللي هي الدعاء. يعني انت لازم تدعي على طول كده مع اي حاجة من كل الحاجات اللي بنعملها دي، فانت لازم تدعي لهم على طول، متخفش بحاجة زي كده ابدا خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل المؤمنين في تودهم وحبهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده واجبك تجاه دينك، ده واجبك تجاه إنسانيتك، ده واجبك تجاه حرمة وقدسية المسجد الأقصى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حط نفسك مكانهم وشوف انت كنت هتعمل ايه، وهتبقى عايز الناس اللي حواليك تعمل ايه. آخر حاجة كمان قدامك انك تتبرع بالدم، وتتبرع ليهم بالهلال الأحمر برضو فاتح التبرعات. وما تسألنيش التبرعات دي هتوصل لهم ازاي واحنا مش عارفة معبر رفح مقفول، لان احنا اتفقنا من اول الفيديو ان انت بتعمل كل حاجة تقدر تعملها. يا
كتي 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 كتي